سادتي الأكارم، وصلنا وإياكم إلى المشترك مالك إبراهيم الحسناوي، يقرأ يا أخوي جودك وين للرادود الراحل حسون شيحان النجفي ولشاعرها عبد الحسين أبو شبع. القصيدة اللي اختارت لهذه المرحلة قصيدة حسون شيحان، وكان معي أبو حجاز الله يوفقه إن شاء الله. اختارت لنا اللجنة مرحلة التراث وقصائد التراث. قصائد التراث تبان بيها أكثر الأصوات للمرحلة التراث. مرحلة التراث يعني شوية جميلة للرادود من باب الصعوبة، إذا تجي من باب الصعوبة للتراث هو صعب التراث، بس من باب آخر تفيده للرادود للإمكانيات والسنوات القادمة الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم خدمة الحسين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. المتسابق الرادود مالك إبراهيم جواد كاظم الحسناوي من مدينة النجف الأشرف، العمر 34 سنة. حياك. القصيدة لخادم الإمام الحسين حسون شيحان الشاعر عبد الحسين أبو شبع. لقضاء الحوائج شفاء المرضى، تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظرة منك أريد يا صاحب الزمان، مروتك مروتك يا صاحب الزمان، نمشي عليك ذيك الباب أن توفقنا خدمة محمد وآل محمد. يا أخوي جودك وين عباس يا والينا، يا أخوي جودك وين عباس يا والينا، هاك انظر الأطفال من الظمب يا حال، هاك انظر الأطفال من الظمب يا حال، عباس يا والينا جاوبني حفظك الحسين دنيا وآخرة. يا خوي جودك وين عباس يا والينا، يا خوي جودك وين عباس يا والينا، هاك انظر الأطفال من الضيمة بيا حال، هاك انظر الأطفال من الضيمة بيا حال، احكي بويا من الضيمة بيا حال، عباس يا والينا، يا خوي جودك وين عباس يا والينا، يا جودك وين عباس يا والينا، هاك انظر الأطفال من الضيمة بيا حال، هاك انظر الأطفال، هاك انظر يا عباس يا
ما اجت ينخاك يا الاخو زينب ما اجت ينخاك يا الاخو زينب بأمر ما تقدر تنفذ يصعب بأمر ما تقدر تنفذ يصعب انت ابو فاضل سيف المجرة عفية انت ابو فاضل سيف المجرة مرحب ما جيت إلا ذكر لك يا حال أثر بينا ما جيت إلا ذكر لك يا حال أثر بينا لزما ويعلينا الماي وانت شيلك من راي عباس يا واد يا اخوي جودك وانا يا اخوي جودك عباس عباس يا واد هاك انظر الأطفال هاك انظر الأطفال من الظلم يا حالي بوي من الظلم يا حال عباس يا والين أحسنت 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 يا مولا أحسنت بارك الله فيك يا حبيبي شكرا لكم حجينا ابو مريم تفضلوا احسنت مولا طيب الله انفاسك مولا مالك ابراهيم الحسناوي شاركت بالحلقه الاولى وكنت بالمركز الثاني بس كانت درجاتك تحت المقبول كان درجه المقبول 70 وطتك لجنه التحكيم 65 ولجنه الخبراء 67 بس وجود جماليه بصوتك واعطائك فرصه ثانيه تأهلت لمرحلة التراث إن شاء الله اليوم نشوف رأي لجنة التحكيم إن شاء الله تكون أفضل من السابق وتتحول للمرحلة القادمة إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى نعم دكتور مخلص تفضلوا يا الله أخ مالك الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله الصوت جميل متدرب يعني عندك قدرات بصوتك العرب بصوتك بحاجة للتهذيب والتنظيم لأنه في فرق بين العرب وتقطع الصوت الترابط الثبات عن النغم كان صحيح الترابط اللحني والجملي كان جيد ولكن في تقطيع في آخر الجملة يعني آخر الجملة ما بتعطي ما بتخلي النغم يستمر تقطع دغري على أول على آخر الكلام بتوقف أنت الحضور كان جيد الجيد المظهر جيد مراقبة الجمهور مقبولة ولكن لم تستطع السيطرة على الجمهور تركت الجمهور بالنصف الآخر من القصيدة تركت الجمهور حضور اللحظة الدرامية كان جيداً والمشهد العام كان مقبول الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله شكراً لكم أبو زكريا تفضل شكراً جزيلاً سيدنا وشكراً لمالك إبراهيم وشكراً لاختياره لقصيدة الشيخ حسون شيحان طبعا من الأسماء الكبيرة ومن الأصوات الرائعة وإن لم يكن قد
يكون مشهور بالطريقة اللي اشتهر بها بقية الرواديد، ولكن هو من الأصوات الرائعة، صوت جميل وصوت يمتلك العرب الصوتية الخاصة به. نعم. اللي يتصرف بها ويستخدمها بشكل جدا جميل. وهذه القصيدة من القصائد المعروفة والمشهورة لهذا الرادود حقيقة. مالك سامحها بصورة جيدة، يعني شوية متمعن باستماعها لهذه القصيدة. قرأ المستهل بنفس الأسلوب، نفس اللحن والروحية. الأبيات أيضا قرأها بشكل جيد، كان يحتاج لها بعض التصرف. هاي الزخارف اللي كان يسويها والعرب اللي كان يسويها يريد يحاكي شيخ حسون بها، ولكن ما أجت بنفس الطريقة لأن كل واحد له خصوصياته. ولكن بالشكل العام هو حافظ على اللحن، حافظ على الأسلوب، إيقاع كان إيقاع ثابت، صوته كان راكز. نعم. واختياره للطبقة الصوتية كان جيد، فبالنتيجة كان جيدا. شكرا لكم. أستاذ ثامر تفضلوا. ملا مالك إبراهيم حسناوي. ملا؟ إيه ملا. يا الله، هو بعد لازم يعرفها شنو ملا، ليش أقول له ملا؟ أدائك بالحلقة السابقة أنا عندي كدرجات، وأدائك الحالي تدري إيش قد الفارق؟ 18 درجة من 100. الله. بين الأداء في الحلقة السابقة وبين أدائك حاليا. مو أقول الملا مالك ابقى في منطقة التراث الذي يجيده، ولكن أداءاتك المقبلة إن شاء الله وبالتوفيق معينك النبع مالك خلي يكون المتكأ مالك منه التراث، الأداء التراثي، الأداء التراثي. ليش؟ لسبب نجاحك يا ملا مالك في أداء هذه الطرق. تصور شوف بالأداءات، أولا أدى من مقام النهاوند النادر بالتراث استخدامه، بعدين لاحظ التقطيع، تقطيع الجمل الشعرية القصيرة، هي قصيرة حتى الأداء اللحني يتسع. نعم. فنلاحظ يعني من المستهل استخدم الطردي مستفعل فعل، وراها بالمقاصير استخدم الدارمي صدر الدارمي مستفعل فعلان اللي هو معناها طردي مذيل. استاذنا بالنظم نسميه حسيناوي احنا. وبالنسبة للمقاطع كالعادة هي لو حسيناوي لو ميمر، حسيناوي قصير يعني شنو؟ فاعل فعلا أو فاعل فعلان، ولكن الامتداد لمن يصير؟ للأداء النغمي. موفق من مالك. شكرا لكم. سيدنا أبو عباس تفضلوا. مالك إبراهيم حيا الله النجف الأشرف وحياك الله. مالك جانا بكل التراث، يعني التراث الصحيح، هاي الهيبة العقال، هو هذا زي التراث القديم، وما زالوا بالنجف الأشرف الله يحفظهم الرواديد كلهم يرتزون هذا الزي عندما يصعدون منبر، وهذا شيء جميل إحياء للتراث. الله يرحم الرادود الحسيني حسون شيحان صاحب الصوت الجميل، والله يرحم أستاذنا الكبير رحمة الله عليه عبد الحسين أبو شبع. طبعا مالك أول رادود يقرأ نص حسيناوي، ولكن أنا ما أقدر أتجاوز رأي الأساتذة اللي هم أكثر مني اطلاعا جزاكم الله على الأداء والصوت واللحن. أحسنت. أمثال أستاذنا ثامر الودي وأستاذنا البروفيسور والأستاذنا العزيز أبو زكريا، فأنا ما جاوزهم والخبراء. نعم. يعني شكرا مثل لكم ما قالوا، بس أنا أشوف يعني مالك أدى أداء جميل، أداء حلو يعني، ونص القراء يعني واضحة المفردة يوصلها إلى أذهان المستمع، وهذا شيء جميل جدا. شكرا لكم سيدنا، جزاكم الله خير جزاء. موفق إن شاء الله ملا يا حبيبي، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
اللجنة قالت تنجح في قراءة التراث، وهذا في سبب أن إحنا بالنجف نسمع التراث هواي ونقرأ التراث في مدينة النجف في كل الأيام محرم وغير محرم. إذا تأهلنا إن شاء الله للمرحلة القادمة بلون جديد إن شاء الله وشيء جديد وقصائد جديدة.